كفايه عليا دعواتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الهي يا رب يرزقك يوقف لك ولاد الحلال يا رب يا اخو. خلي بالك من نفسك، اوعى البنات تعكسك. بنتي اللذينه ماشي انهار، لازم دايما تتسهوك له وتطلع هي ام قلب كبير. خش يا اللي بتخبط. يا سميحة مالك يا اختي؟ زينب بتقول انك على اخرك. اه يا بنت اللذينه، هي الولايه الناقصه دي ايه؟ ما بتبطلش نبر ونقل كلام. وديري وما اعبد ورحمه امي لكل مولعه فيها الجاز واسخ. طب اهدي اهدي بس كده وفهميني مالك. مالي ايه؟ مالي ايه؟ مالك انتي؟ فيكي ايه انت؟ شايفاني مالي؟ مالي شايفاني بقطع في هدومي بشد في شعري؟ ايه مالو سلعه المجنونه؟ يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ده انت مش على بعضك خالص، مش على طبيعتك. لا 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 لا، بقول لك ايه، بقول لك ايه، ابعدي عني انا. هوبا ابعدي عني دلوقتي يا هدى، اطلعي بره يا هدى. مالكو صوتكو جاي باخر الطرقه ليه؟ اهلا اهلا يا حبيبتي، اهلا بالصدر الحنين بالمشاعر الجياشه، واهلا اهلا اهلا بقى عرض الحبايب. اهلا. ايه يا بنتي يا مصرومه مش كده؟ اوعى البنات عكسك يا حاج، ده انا احييك وسهواكه فارغه ودلعه. عاجبك قوي يا اختي شكله. اه يا مصرومه عاجبني، وبدل ما انت يا اختي مركزه معايا روحي ركزي مع اللي صرماكي. اه ما تفكرنيش. اه بنتي الكلاس تغني لها تخبز لنا وتقول لي خد بالك من نفسك يا حاج، اوعى تتاخر عليا، وهو اقول لها خش يا حبيبتي لو تستهوي. ايه الهندي اللي هم عاملينه ده؟ اخ منك يا حاج، الراجل خلاص خلاص مخه ضرب، عقله خاف. البنت شوف البنت اللي لابسها ايه؟ ده نفسه يلبسه؟ حرام عليه، ده خلاص مخه ساح. انا يا اختي ما شفتش الفيلم الهندي ده، انا مش فاهمه حاجه. يا اختي مش وقتك خالص. انا قلت لك 100 مره قبل كده ان انا مش مطمنه لفكرتك السوداء، بس انا بقى مطمنه وواثقه فيها. ايوه يا اختي، بس كده الحاج هيطين عيشتنا. انا عايزه افهم ازاي مصرومه منها وازاي عايزاها تحبل. نركز بقى مع بعض كده شويه. دلوقتي انت البنت دي زي ما انت قلتي بالظبط مش سهله، وبتلعب معانا من الاخر كده لعبه موت. اميه اميه خلاص بقى نركز كده، هو كده لابت فيها البنت لعبه في دماغه، هتركنا خلاص عرفها وتقعد هي وتربع، يعني هي من الاخر كده مش باين لها طلاق. ايوه يا سميحه، بس ده مش معناه يا اختي اننا نديها الفرصه وتبقى واحده زينا. وبعدين انت عارفه الحاج كويس، لو ما طلقش دي هيفكر في واحده تانية يا اختي وتعجبه ويقرر انه يتجوزها، وساعتها يا اختي هيضحي بواحده فينا. يا اختي توكسي، ده انا اللي بديهم حبوب منع الحمل، قولي لي هعمل ايه لما يعرف ان انا اللي ما اديتهاش الحبايه؟ قولي لي هعمل ايه؟ حقك عليا. انهار اتقال يا انهار، انت ست واعيه وعارفه كويس ان مفيش دواء لمنع الحمل ممكن يشتغل 100 100، دي حاجات يا حبيبتي كلها بتاعت ربنا، والحاج راجل بتاع ربنا وعارف كده كويس. ايوه صح، وهو ما بيطلقش يا اختي حد خلف منه مش كده ولا ايه؟ كده يا اختي، بس انا خايفه لا يعرف وساعتها هيطين عيشتنا. مش مهم، بس المهم انه خلاص هيبقى اتجوز اربعه، يمكن يتهدى ويهدى شويه. وبنت لازم اطلع عينيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هناء مالك متسمرة كده ليه؟ لا مفيش يا حاج، مفيش. القميص عامل شغل ها؟ قوي بجد مختلف، لا بجد مختلف. مختلف؟ ندمانة؟ على إيه يا حاج؟ عشان استعجلتي في الجواز يعني؟ لا يعني. يا هناء بهزر معاكي، أنا بحب أهزر معاكي، بحب أشوف خدودك أما تحمر من الكسوف كده. كلمي حتى خليه يجي لي. أمرك يا حاج. في حد سأل عليا؟ أستاذ صفوت مستنيك من بدري. صفوت مين؟ صفا تونس؟ اه ماشي. ايه انت اول مره تشوفه قميص؟ لا اله الا الله، انبهار انبهار. اولا حمد لله على السلامه، ثانيا يلا بينا مفيش وقت، لازم تيجي معايا النهارده وتبص بصه اخيره على المدرسه عشان نمضي العقود بقى ونبدا الشغل. يا اخي واحدة واحدة عليا، انت مستعجل كده ليه؟ سيبني اخد نفسي. انت مش عايز شغل بما يرضي الله؟ طبعا احب الشغل، انما اصل المول اللي افتتاحه قرب وانا المول واخد وقتي قوي. وانا يا سيدي مش هشغلك باي حاجة بعد كده،
بس نخلص من شوية الترتيبات الأولانية دي، ولا أنت مضايقك حماسي ولا إيه؟ لا بالعكس، بس أنت عارف إن في فرق بين الحماس والاستعجال. لا ما تقلقش، أنا عارف الفرق ده كويس جدا، بس أنا عايز أشتغل. وأنا كمان عايز أشتغل، على البركة. يعني إيه؟ هتيجي معايا النهاردة؟ هاجي معاك النهاردة، ياه. طالما الشغل بما يرضي الله، نشتغل. نشتغل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يالا ده؟ ايه ده؟ معقولة يا تسوق ايه؟ واحدة ست تعمل فيكم ايه؟ تقولش ست، دي أربع رجالة في بعض، دي مرمطت بينا الأرض، دي ساعة بتلقى شعبان من رجله زي الصرصار، وهاتك بالشبشب لغاية ما فعصته. يعني ست مفترية. مفترية دي أول درجات الرحمة بالنسبة لها، الحمد لله لحقنا البنت اللي أنت بعتها معانا، طلعناها من تحتها زي ورقة البفر. يعني العملية هيك فشلت. الست دي تفشل أي حاجة يا باشا، دي فشلت جوزها نفسه. أنت فاكر شو حالها كان إيه؟ كان طويل، شعره ناعم، وعينيه خضرة. بس انتوا شو خليكم تروحوا على بيته؟ ما قلتلكم تاخدوه برا؟ مرضيش، ولما عرفت ان مراته برا البيت قلت فرصة، كنتش عارف بقى انها هتطب علينا بنت المفترية دي. يعني حكاية بيروت هلأ فشلي؟ لا هنجرب تاني وتالت، بس انت يعني ابعت لنا حتة احلى من الحتة اللي فاتت. خليها بعد اسبوع عشان ما يخاف، يعني بعد ما يفتحوا المول. هو كان صحيح طيب وغلبان وعايز يعمل اي حاجة عشان يرضين، بس هو ما كانتش حيلته حاجة. في ناس كده حظها بيبقى قليل، حتى بيبقى عمرهم قصير وبيروحوا في طيس. وما اتجوزتيش تاني ليه يا خايبة؟ يا بنت يا بنت انت لسه صغيرة وحلوة، والف مين يتمناك. سوء الحلاوة جبر خلاص يا قبل، الواحدة مننا عشان تتجوز لازم لها شوية قرشينات كده عشان تساعد بيها، يا اللي بقى تروح تتجوز لها واحد قد عمرها ثلاث مرات عشان يصرف عليها. يا بنت اللي انتي بتقوليه ده مالك محسساني كده ان عندك 100 سنة؟ يا بنت انتي لسه صغيرة على الكلام ده. صغيرة ولا كبيرة خلاص ما بقيتش فرق. معلش يا قبلة دوشتك في حكاياتي ومشاكلي، اما اخش اعمل الروز. حول الله يا رب. على فكرة عمور احنا محتاجين نعمل بروفة يونيفورم. عارف المشكلة مش عارف اعمله فين. على فكرة انا اعرف واحدة ست بتفصل كويس جدا، ممكن نخليها توري لنا كذا شكل واحنا نختار منهم اللي احنا عايزينه. طب والله فكرة حلوة، ما تاخدي لنا ميعاد معاها. ايه ده هو ايه اللي بيحصل في الجامعة ده؟ لا مش عارف، بس هو كده بيعملوا مشروع ولا ايه؟ المشروع ده يركبوه هناك في اسكندرية بنص جنيه. عايز ايه خفيف؟ ايه ده انت سامع حد بيتكلم هادي علاء؟ ده شكله دبور وعمال يزن. يا عم انجز وقول عايز يخلص. وانت مالك يا ابني؟ هو في ملك الحكومه. على فكره الكافيتيريا دي بتاعت عم، وهو اشتريها وهيشغلها، يعني انت دلوقتي واقف عنده. انت خلاص بقيت المحامي بتاعه؟ الله الله الله، ما تلم نفسك يا ده، انت وهو ما حدش مال عينكم هنا ولا ايه؟ يعني خلاص يا عم دول مجانين، يعني ملوش لزوم الكلام ده بقى. بس اتفضل يلا يا حازم من هنا دلوقتي حالا بدل ما اشتكيك للعميد كده. اه ماشي يا دينا، عشان خاطرك انت بس انا هسيبهم. سلام يا ولا بلاش السلام. عمرو خلاص حقك عليا انا، انت عارف اللي فيه. مش عارف يا ورس، مش عارف لما تشوف مهندسين الصيانه هيقولوا ايه، وبعدها نقرر نقول ولا ما نقولوش. انا عرفت انه راح الشركه وممكن يشم خبر يا حاج. ربنا يستر. خير يا باشمهندس. والله يا حاج ميه النار كانت التروس كلها وسيستم المكن كله وقع، ولازم بتوع بلادها هم اللي عالجوها يا حاج. بتوع بلادها؟ ودول هنجيبهم منين دلوقتي؟ السيستم واقع يا حاج، والكمبيوتر بيهنج ومش قاري اي حاجه. يعني ايه مش قاري اي حاجه؟ اخرب بيوت مستعجل يا جدعان، ده احنا باطين عقود بملايين، اعملوا معروف اتصرفوا. اتصرف ازاي بس يا حاج؟ والله لو في ايدينا اي حاجه كنا عملناها. يعني ايه؟ مفيش فايده، دي تبقى كارثه. ان شاء الله ما تحضروا افتتاح المول هتشوفوا الشغل اللي على اصوله. شغل يعني. اه وهتعرفوا ساعتها بقى اللي كنت بفكر فيه. ايوه يا حاج، بس الشغل في لبنان محتاج تركيز قوي. اللي موجود يا حنفي شو راح اسوي؟ انا راح اكون عيون الحاج هنيك،
ايوه بس اللي نعرفه يعني ان نسبه المحجبات في لبنان مش كبيره قوي يعني. بالعكس هي كانت قليله من كم سنه، بس انا بعتقد انها بتزيد وعم بتزيد. شغل الصياد ممكن يكون مغري لحل ازمه الشياكه في الحجيج. هو ده اللي انا بدور عليه، هو ده اللي انا بدور عليه. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. مش عايزهم يحسوا ان الطرحه الواحده متبهدله، لا ولا الواحده شعرها وحش ولا بتخبي جمالها، لا لا لا، عايزهم يحسوا ان الطرحه هي بالطرحه هتبقى اشيك واجمل. يا سلام عليك يا حاج، هيدي فكره الاعلان اللي راح نعمله. وعايزك تركز لي على فكره الجمال الرباني، الجمال الرباني واللبس الشيك والغالي، كده يستقبلوا الطرحه بشكل جديد. ايوه يبقى المفروض بقى يا حاج قبل ما نبدا ندرس السوق هناك كويس ونعرف حركه البيع والشراء. احنا هنبعت لهم بضاعه غاليه قوي ما ينفعش تتركن هناك. كلام موزون جدا، كلام موزون جدا طبعا، خصوصا ان دي هتبقى موديلات السنه، يعني لو فضلت وما اتباعتش هتقدر وهتفقد قيمتها، واللبنانيين بيحبوا الموضه. بالظبط. اطمن اطمن اطمن، انا جاهز لكل شيء. خلاص يا حاج، ابى انا اشوف واتابع وراجع مع الاستاذ زكي. على البركه، واما توصلوا للميعاد المظبوط يبقوا ادوني خبر. ماشي. ويا ريت يا استاذ مروان تشرفنا في الافتتاح بتاع النهارده. اقعد بص برضه تشوف ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. تكرم يا حاج، تكرم. فايف ستارز احجز له يا زكي. كمان فايف. ماشي. بس في شيء مهم لازم راح نعمله. مهم ازاي بقى؟ نخصص جزء من الدعايه لفكره السبونسر شيب. جميل. اللي هو ازاي يعني؟ عقد، عقد رعاية للندوات النسائية. زي الاعلانات اللي بتظهر في النت لعيبة. بالظبط. ايوه. ودي تكلف كام؟ شي 10 مليون. يا نهار اسود، ده كتير قوي. مش مهم كام، مش مهم، المهم هيجيبوا قصادهم كام. اوه كتير يا حاج، خصوصا ان اللي بيحضر الندوات والمؤتمرات هيدي نسوين من كل الدول. طب نحط اسم الصياد على فرنلات النادي الاهلي. ايه والله فكره حلوه. مش وقته يا حاج، دي هتحتاج رقم اكبر بكتير. انت قلت لي بيحضرها ستات كتير. نسوين اشكال والوان يا حاج. يبقى البركه. ده واحد مؤذي وعايز يورطك معاه في اي مشاكل وخلاص، ما تبقاش انت طيب وتديه الفرصه دي يعني. يا حبيبتي انا عايز اعرف الواد ده بيكرهني ليه؟ يعني انت مش عارف ولا انا ما استاهلش؟ يعني ايه مش فاهم؟ انت وعدتيه بحاجه؟ ايه يا عمري ده؟ لا طبعا. خلاص يعني ما خدتكيش منه، امال ليه بقى حاططني في دماغه؟ علشان هو متدلع، وعلشان هو متعود ان اي حاجه بيعوزها بيلاقيها، وعلشان هو مش قادر يتخيل فكره ان انا فضلتك انت عليه. انا مش فاهم الكلام ده، انا عايز اركز في الشغلانه، عايز انجح. على فكره متاكده انك هتنجح. والله ثقتك ده اللي مخوفاني. تقدها على فكرة. لو انت جنبي. احنا عملنا كل المحاولات الممكنة قبل ما اقول لك، كان نفسي قوي قوي يا ابني احلها قبل ما تعرف، لكن لما فشلنا كانش قدامي حل تاني غير ان اقول لك. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ومهندسين الصيانة قالوا ايه؟ قالوا السيستم اتضرب وغالبا يعني مش نافعة تاني. مرسي نعم يا حاج، العمال والموظفين يروحوا، يوميتهم ماشيه زي ما هي. يلا لحد ما نشوف هنعمل ايه. تحت امرك يا حاج. يلا يا جماعه روحوا، انتوا النهارده اجازه. يلا بعد اذنك يا حاج. اتفضل يا مرسي. ده يا حاج، ده يا حاج، نفكر هنعمل ايه في الموضوع ده. ربنا يجازي اللي كان السبب يا ابني، ربنا يجازي اللي كان السبب. انه لله. واضح يا حاج ان في حد من اخوانا ورانا، في ناس عايزه تخرب بيتنا باي طريقه، عشان كده احنا لازم نفتح عينا كويس قوي الفتره الجايه دي. داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا. ربنا يا ابني ينصرك على مين يعنيك. انت عارف معنى ان احنا غير المكان ده يا حاج؟ عارف يا فوز، عارف
حسبناها وطلع الفلوس كتير قوي. هتجارتها على الفلوس. ليلتها على الفلوس. غير الطلبيات اللي هتتأخر على الناس، يعني شروط جزائية هندفعها. أيوه، هي هتأثر علينا جامد. غير الضرر هيبقى مكشوف في السوق. العمل العاملة دي فاهم الكلام ده كويس قوي. بس لو أعرفه وعز الجلال الله كنت راكب له سوسته في رقبته. مش ده الحل يا حاج، مش ده الحل. الحل ان احنا نلاقي حل وصرفه بسرعه قبل ما سمعتها تتضرب. لما اتاخر الشغل الناس هتقلق وسمعتها تتضرب. انت بتفكر في ايه يا فواز يا ابني؟ انا عايزك يا حاج.